ننتقل الآن إلى سوق الكربون العالمي وأيضا ما تعتزمه شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية بأن الشركة سوف تقوم بإطلاق منصة لسوق الكربون الطوعي خلال النصف الأول من عام 2024، ومبينة بأن المنصة تعمل على ربط البائع والمشتري للحصول على السعر الأمثل من خلال مزاد طرح لشهادة الكربون. أرحب في هذا الاتجاه بالسيدة ريهام الجيزي الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية. أهلا وسهلا بك معنا. حبذا لو حدثتينا في البدء عن فكرة هذه المنصة وما هي ميزاتها بالنسبة للعملاء. أهلا وسهلا أستاذ الطيب، شكرا على الاستضافة. أولا دعنا نتفق أن السؤال له شقين. الشق الأول هو الفكرة وراء سوق الكربون، والشق الثاني هو المزايا للعملاء. التحدي المناخي ده تحدي عالمي يواجه البشرية جمعاء، ومجابهة هذا التغير تغير المناخ ده من الأولويات اللي يجب أن نضعها أمامنا كلنا. سوق الكربون الطوعي أحد الأدوات المهمة لمجابهة التحدي المناخي، وبالتالي نعمل على إنشاء سوق كربون طوعي بسرعة وعلى نطاق واسع. السوق ده في جوهره هو النزاهة، ده شيء مهم جدا بالنسبة لنا، وأيضا نهتم بأنه السوق ده يرتقي بسبل العيش في الجنوب العالمي، بالإضافة إلى تحسين وضخ الاستثمارات في هذا المجال. بالنسبة لمميزات المنصة، المميزات بتاعت المنصة إن هي تعد وان ستوب شوب، حيث ترتكز المنصه او سوق الكربون الطوعي اللي احنا نقيم بانشائه على ثلاث ركائز. الركيزه الاولى هي ركيزه التبادل او المنصه، الركيزه الثانيه هي ضخ الاستثمارات، والركيزه الثالثه او الاخيره هي الاستشاره. وبالتالي يستطيع اي يعني بائع او مشتري القيام باستخدام هذا السوق كوان ستوب شوب. نعم، نود أن نسأل أيضا فيما يتعلق بحجم الائتمانات الكربون الذي يتم منحها، كم تبلغ تقريبا بلغت حتى الآن، ولأي المشاريع، وتقريبا لأي القطاعات التي تم تخصيصها خلال الفترة؟ دعونا نتكلم عامة عالميا ما هو حجم السوق وحجم السوق في المملكة والمنطقة بتاعتنا. حجم السوق في العام الماضي، حجم التبادل لشهادات الائتمان الكربوني كانت حوالي 150 مليون طن من شهادات الكربون التي تم إزالة الكربون أو تخفيضه من الجو. ده يمثل تقريبا حجم انبعاثات لدولة زي الجزائر. ده حجم مش بطال أبدا، ولكنه ضئيل بالنسبة للمشكلة العالمية. السوق ده يتنامى بسرعة مضطردة، 30% سرعة النمو سنويا خلال الخمس سنين الماضية. بالنسبة لنا هنا في المنطقة والمملكة، عندما أعلن سمو الأمير بإطلاق المنصة، نية السعودية لإطلاقها، كان حجم السوق يقل عن 0.1% في المنطقة بتاعتنا، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حاليا الحجم حوالي 2%، وده نتيجة للمزادين اللي عقدناهم من خلال السنة اللي فاتت والسنة دي. يتوقع حجم السوق أن يصل إلى 100 ل 200 مليون طن، ودي حصتنا العادلة من الانبعاثات بحلول عام 2030. ال 100 ل 200 مليون طن تمثل تقريبا حوالي تشغيل منطقة بحجم دولة ألمانيا. جيد. سيدة ريهام، تتجهون لإصدار أرصدة ائتمان كربوني في هذا الاتجاه. نود أن نقف على الآلية التي تتم بها هذه العملية. نحن سوف نقوم يعني أعطيك مثلا، في الأسبوع اللي فات قمنا بعمل مزاد في كينيا نيروبي، عرضنا فيه 2.2 مليون طن لحوالي 15 مشروع من دول متعددة، 70% منها من أفريقيا. دي مشاريع يا إما أزالت الكربون يا إما تجنبته، ولكن الشركة ستقوم أيضا بضخ استثمارات ليس فقط في السعودية والمملكة ولكن في الجنوب العالمي. الشركة تطمح بأن تكون سوق رائد بحلول عام 2030، تماشيا مع السعوديه، مبادره السعوديه الخضراء، وما مع خطه 2030 للمملكه.
فنريد أن نكون رائدين في الجنوب العالمي، ستضخ استثمارات في السعودية، في منطقة الشرق الأوسط وفي الجنوب العالمي لإصدار شهادات ائتمان كربوني، منها الكربون الأزرق، منها معقد الطهي ومشاريع متعددة أخرى. نعم، المزاد الثاني الذي قمتم بطرحه، لكن المتوقع متى سيتم إطلاق المزاد الثالث، وما هو الحجم المتوقع للمزاد المقبل؟ طيب احنا اهم حاجه احنا اطلقنا المزاد الاول والمزاد الثاني لنشوف الابيتايت في السوق، السوق يعني يحتمل قد ايه. وجدنا انه في يعني تفاعل شديد من مع الشركات الموجوده في المملكه العربيه السعوديه، فعندنا 15 شركه تعاونت معنا في هذا المزاد، وده بالتالي يعني ده كان نوع من التجربه لبدء اطلاق المنصه، وهي الشيء الاهم بالنسبة لنا، وسنطلق المنصة في العام القادم في النصف الأول من العام القادم. نعم، برضو سنضخ مشاريع ونهتم أيضا بتوسعة الخدمات الاستشارية لهذه الشركات وفي المنطقة عامة بشكل عام. نعم نعم أستاذة ريهام، سؤال أخير بس إن أمكن، هل من المتوقع أن نشهد إدراج لشركة سوق الكربون الطوعي في السوق السعودي، بما أنها مشاركة أيضا ما بين حصة لها مع السوق السعودي أيضا؟ الشركة الإقليمية لسوق الكربون الطوعي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات السعودي بنسبة 80% و20% لشركة تداول نعم السعودية. بالنسبة لخطة الإدراج، احنا في مرحلة إنشاء الشركة وتطورها، وخطة الإدراج في كأسهم ده خطة مستقبلية أي لم نحددها بعد. نعم نتمنى لكم التوفيق سيدة ريهام الجيزي، رئيسة تنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، كنت معنا من الرياض. شكرا جدا.